السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زيد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الاتحادية الجزائرية والتعيينات، يعني التعيينات من أجل نقولوا بلي تعيينات. أنا خدت ناس اللي كان يقول لك بلي ودي رن الهاتف والناس يتبكي والناس راهي باحثت لها وبهلو راحت له وفلان راحت له وفلان راحت له، هذه ما كاش منها، خدت علاه ما كاش منها. كنا نقول لكم بلي ما كاش منها، والحمد لله يا ربي احنا وقت تكذبونا وبعد تعاودوا تولوا لهضرتنا. هذه هي تكذبونا وتعاودوا تولوا. علاه نقول لكم تكذبونا وتعاودوا تولوا؟ انا نشوف بلي كي قلت لكم بلي كاين ناس في الاتحاديه ما خرجوش، وهما كان رئيس اتحاديه او الاعضاء اللي كانوا يتحكموا وراء السيطار. قلت لك اعضاء الناس اللي كانوا وراء السيطار مازالوا وراء السيطار، مازالت الحكم ليهم، مازالوا هما التعيينات، خاصه لجنه التحكيم ناس والفوا السريطه، ناس ما تمزخش، ناس تسلط سي محمد، ناس تدفع ديريكتا، ناس تاكل ديريكت، مكاش اللعب. هذي باش يكون على بالكم. هذي كان يجي يقول لك بيشار يجابوه ليزار، كيما نهار عمي كوسا وين جابوه حطوه، بعد فاق وخر قال لهم انا الشجرة نغطي عليكم ولا يتربحوا. بيشاري جابوه يجيبوا حيمود، حيمود الا ما بغاش يجيبوه، جابوا بيشاري نحترموه، هو دكتور فانيك نحترموه وكلش، بصح شتيلا بيشاري سوف تكون يعني انت هو الشجره اللي غادي الا قعدت. انا نقولها لك ونعاود، غادي تكون هو انت هو الشجره اللي تغطي على الفساد تاعهم، خاطر علاه نورمالمون تدي البطاقة البيضاء من عند رئيس اتحادية. ما كاش هذه تاع رئيس اتحادية قاعد باللجنة تاع التحكيم، هذه كاع ما نأمنش بها أنايا، رئيس اتحادية قاعد رئيس اتحادية ما كان ما دخلك، ما كاش بالها كاع. أنا الله يجعلن كاليفوكم ديمون برك، وما نتوما أودي والله ما تستاهلوا الغرامات تاع الرجولة، ما عندكم شي، بصح شتي لا هي راهي تمشي كيما هكا. اي تمشي لكم وراي تمشي كيما هكا، هذه اللي نقولها لكم. راك تشوف كيفاش ورانا واصلين معاكم، شفتوا كيفاش وين وصلنا معاكم، راك تشوف كيفاش. عليك نقول لكم بلي اليوم وين هذا التعيينات وهذا المعين وهذا رئيس المعين وهذا التعيينات، بنادم مكراه ما على بالك، على بالي شتا على بالي، والشعب الجزائري راه على بالو. اش نديرو لكم احنا ضروب، انتوما بنادم ما يبغيش يحشم التشدي له، بنادم شي باغي يحشم التشدي له، تعجبهم الشاب جلطي جيبوا الشاب جلطي، راه يهدر راه يهدر البوله، قال لكم محرز ما يعجبنا، جيبوا الشاب جلطي، جيبوا الشاب مامي، جيبوا الشاب خالد ديروا في لجنه التحكيم، جيبوا هاو ديروا الشاب جلطي في لجنه التحكيم، دروك راه يجي اللعابه يكون يعرف اربي، جيبوا الشاب جلطي. اي والله شاب جلطي، ما تجيبوش ما تجيبليش بيشاري وتجيب لي منا بيشاري دكتور، نتمنى له ينسحب، خاطر على غادي يجيب الاهانه لروحه، خاطر غادي يجيب انا ما تكون سخاف. انا نقولها لك، خاطر الا غادي سخفت غادي تخسر، الا سخفت غادي تخسر. وما دام شو كاينه مجموعه ونقولها ونعاودها، كاين خو زتي وكاين زتي يكرهوا حيمودي، مادام حيمودي ما جاش، مادام نقول بلي زاتشي وخو زاتشي راه يحكموا في لجنة التحكيم، خاطر لجنة التحكيم أمواله، ريجيست كوميرس تاع لجنة تاع دراها تاع التحكيم، باش يكون على بالكم، ريجيست مكاش زعقة، مكاش قال يجي يلعب عليكم. أنا نقولها لكم، على ذيك ما باش تسقم ما غادي تسقم، حنا إن شاء الله بربي، إن شاء الله بربي. الناس يديروا لنا يحموا لنا الفريق الوطني الجزائري ومليها، خاطر علاه تشوف رئيس اتحاديه. تمنينا تكون انطلاقه شابه، بصح بدايه الفضائح. ما تشوف كيفاش التعيينات تاع الحكام، يعني احنا عيب 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 والله، لا عيب، ما عندك ما تدير على ذيك.
شو كيفاش صارت مع مدور، شو كيفاش صار يا على بالك كاين اعضاء كاين ما عجبتهمش كيما حكيم الدان، كيسمو ذاك حكيم الدان ما عجباته شي، حكيم الدان ما عجباش المنصب، زيد كيسموه مدور فاني في التعيين، غادي يخلص هذا راهي، هذا إلا ما وقفتش معاه ما وقفوش معاه ناس يخلصه، ما وقفوش معاه ناس غادي يخلصه، أنا نقول لك ما ينجحش ما غاديش ينجح، والخاسر الكبير هي الجزائر، هي الخاسرة، الجزائر هي اللي غادي تخسر، هذا اللي خدم عام ولا عام راه مليح، أنا نقولها لكم. هذا الناس داروا له عم بهلول، داروا له ناس كيما مكلا تاع تقص لي رجله تاع تعيين، انا عينت ولا انا درت نائب تاعي، داروا لك نائب، داروا لك منا انت مدرب، دلك نائب ودلك نائب النائب ودلك كما جاي تهبلونا ولا هبلتونا انتوما. مزيه كاين محرز راه ملهينا شويه، والله مزيه كاين محرز راه ملهينا على بالك، والله العظيم الحمد لله يا ربي كاين محرز راه ملهينا، وما كاينش محرز انتوما كي نديروا لكم انتوما، والله بصح كي نديروا لكم هذيك اليوم حنايا نقولوا بلي يا ولدي كونوا رجال، كونوا رجال بصح ما تعملش بها. قلت لكم كيفاش معين هذا رئيس اتحاديه، مين معين، مين طارق، مين ومين وكلش، وقتو ما قال عم تكذبونا وتعاودوا تولونا، من بعد تسمعوها، من بعد تسمعوها، انا قلت لكم من هالاول هذا مين معينينه، ومن بعد تعاود تولي وحدها وتسمعوها وكلش. قعدت كالي قال لك شوبير كيفاش بشبي، اش قعدنا ربع سنين وحده اخرى نقعد نهضر نتبع فيهم ربع سنين. اينا كل هالبك بلي ربع سنين في النهار نجبد زتشي 100 خطره، في النهار نجبد زتشي اسم تاع زتشي 100 خطره، وين قدني بين جبد هذا العمار 100 خطره في النهار، ولا بين عيش معاه ولا هاكا فاضي، هذه فاضي. انا نقول لكم واش راه صاري في لجنه التحكيم، يعني هما بالك تحسبوا بلي راهم دارزين على لجنه التحكيم باش يخدموا التحكيم، يا ودي لا يا راهي كاينه بالمية مليون تعيين حكام، 50 مليون باش يقضب على حاكم، باش راك تشوف بهلول وين دار ولده، راك تشوف وين بهلول وين دار ولده، تشوف كيفاش الغوتي وين دار ولده، أصدقاء تاعهم، شواكرة تاعهم، لي أنانيش تاعهم، لي شوشو تاعهم، يعني نتوما راكم هابيل تاع شافيها ولا، بها هذي مسيادة فيها، لي يبغي أنانيش فيها أنانيش، يبغي خماميش فيها خماميش، للوشات فيها للوشات، فيها بزاف صوالح، ما فيهاش غير دراهم، فيها حتى الرغبة، فيها حتى الرغبات، فيها واحد صوالح ريسانكم، إذا ما تأمنوش ريسانكم توما، فيها باتا في الأوتيل وبزاف صوالح، فيها باتا في الأوتيل وبزاف صوالح. أنا نحضروا معكم غتسوالها أنا صايك على بالك ما ولينا شو كيفاش إيش تهدر صاحبي والله لا تنجم متعيات اللي با يفهم شنو رانا نحضروا كاين اللي يقولك بلي جابوا بشاري غادي التحكيم غادي يتسقم يا ودي لا بشاري حطوه مسكينة بشاري أنا والله ما نبغيها له كاع أنا راه حيمودي قال حيمودي بومو قال لي أنا هذو على ديك ما يقبلوش غات كاين امور وما دام كاش حيمودي زتشي وحسن زتشي خوه والله لا مور لي زار وراني صايم وراني عارف عيش راني نهدر بهلول بهلول تاك بهبول ولا بارك يا بهلول بهلول نائب انت ما بيت غادي تسقم بهلول الرئيس رابطه تاع تعرف ما طاكش عليها صاحبي تا شا داير ولا أو سقسو في البسباس، بسباس يخبركم صاحبي، مالكم ما، إيش داير ولا تا بهلول بيسقم لك تايا لافريك وبالله وليها، يا ودي، حنا كنا ننتظرو بلا قلنا أنت لا قا صغيرة باي 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 بصح ما كاش، لا نو، ما غادي نقعدو كيما هكا تا لاخر، نقعدو كيما هكا خاطر على الأمور ما غاديش، ما نعرف. ما
ما نعرف والله لما صاحبتك.